وللحديث أكثر ينضم إلينا في الأستوديو السيد محمد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. سيد الوزير أهلا بك. أهلا وسهلا. إذا انطلقت مناقشة مشروع قانون المالية بعد الجدل الكبير الذي رافقه، كيف تقيم ربما أهم نقاط هذا المشروع خصوصا مع الاعتراضات الصادرة عن المهن الحرة؟ اولا شكرا على الاستقبال على المجال اللي باش تعطيونا باش نقدموا قانون ماليه او مشروع قانون ماليه لسنه 2017. نحب نحط اولا الاشياء في سياقها. للناس اللي تتشاهد فينا لازم يعرفوا اللي ميزانيه الدوله التونسيه ارتفعت منذ سنه 2010 الى سنه 2016 من 18.6 مليار دينار الى تقريب 29.5 مليار دينار. شو نجر عنه هذا؟ نجر عنه اولا تضاعف مديونيه الدوله. الدوله كانت عندها مديونيه ب 25 مليار دينار، اليوم مديونيه الدوله ب 55 مليار دينار. كذلك الارتفاع في الاجور، اجور الوظيفه العموميه، كنا تقريبا في 6.5 مليار دينار، اليوم وصلنا 13.4 مليار دينار. هذا نجر عنه عجز في ميزانيه الدوله تقدر ب 6.5%. والنمو اللي عشناه على الخمس سنوات الفارطه جاي من الاجور، هو نمو جاي من الخدمات الغير مسوقه اللي هو ما فيهش يعني انتاج، ما فيهش انتاجيه. ولهذا من اول نهار سيد رئيس الحكومه في جلسه منح الثقه امام البرلمان امام مجلس النواب الشعب صارح يعني الشعب التونسي بوضعيه الماليه العموميه اللي هي وضعيه صعبه اليوم، واقترحنا واعطينا الارقام الكل اولا، وثانيا اعطينا الحلول بالنسبه لنا اللي هو نطلب من المكونات الكل، حكومه، منظمات شغيله، منظمات اعراف، يعني فما سنه او سنتين نطلب منهم تاجيل الارتفاع في الاجور. الزياده في الاجور هذا هو. لكن المنظمه الشغيله اكدت ربما ان رئيس الحكومه الذي اشار الى ان الميزانيه رغم الظرف الاقتصادي غير يعني تقشفيه واقر بضعف محاربه الفساد الذي هو اولويه، كيف سيتم التعاطي مع هذا الملف من ناحيه، وربما مع مساله ايضا الزياده في الاجور التي يعني مع رفض المنظمه الشغيله لذلك، والتي اعتبرت ان ربما اي تمرير بالقوه لهذا المشروع سيكون له تبعات على السلم الاجتماعي؟ اولا انا ما نتصورش فما اي تمرير قرار بالقوه، احنا حكومه وحده وطنيه ومنبثقة على وثيقة كارتاج وفيها 6 أحزاب سياسية مدعمة من المنظمات الوطنية وما فما حتى قوة في الحكاية هذه. احنا نعطيه في المعطيات كما هي. اليوم كي تقولوا هي ميزانية تقشفية، كان جات ميزانية تقشفية ما نرفعوش الباب الثاني من ميزانية الدولة اللي ارتفع تقريبا 17% إلى حوالي 6.3 مليار دينار. شو معناها الميزانية أو الباب الثاني من الميزانية؟ هي الاستثمارات التي تقوم بها الدولة، طرقات، جسور، مستشفيات، كل ما يلزم البنية التحتية لتطوير الاقتصاد الوطني، هذه زدنا فيها. كان جينا في تقشف ما كناش نتحدثوا على التقشف في البلدان الأخرى، هو تنزيل الأجور، تنزيل ميزانية التنمية، هذا هو التقشف. احنا ما وصلناش للتقشف، ولكن وصلنا وحبينا نفسروا لشعبنا اللي يعني فما انخرام تام في ميزانية الدولة، واللي الحل الوحيد بالنسبة لنا كتونس اليوم هو دفع وتسريع وتسهيل الاستثمار الخاص الداخلي وكذلك الأجنبي. هذا هو يعني ما فماش قوة، احنا حكومة وحدة وطنية، احنا قدرنا في البلاد هذه هو التوافق وجينا متوافقين، وما نتصورش اللي سيد رئيس الحكومة والبارح عاود أكد عليه الكلام هذايا كي أجاب على السادة النواب في البرلمان، اللي هو ماهيش حكاية قوة ولا ضعف، ولا احنا أهم شيء بالنسبة لنا هو الاستقرار الاجتماعي. نعم. ما تعرف كان ما فماش استقرار اجتماعي، كان ما فماش استقرار سياسي، السلم الاجتماعي ما نجم يصير حتى استثمار. يعني الى يوم الناس هذايا ما زالت تونس للاسف الشديد فما حظر من بلدان سياحه ما نجموش يجوا على تونس، هذايا مناش جاي من عدم الاستقرار الاجتماعي. ولكن زاد احنا في حرب ضد الارهاب، والحرب ضد الارهاب انهك ميزانيه الدوله. احنا منذ الاستقلال يعني ميزانيات الدوله للدفاع الوطني او للداخليه ما كانوش يعني ميزانيات كبار، اليوم للاسف يعني نشريو في معدات كبيره باسعار باهظه اللي انهكت ميزانيه الدوله. ولهذا يعني لازم الناس كلها تضحي. احنا هذا ايضا ملف الفساد، يعني هذا من الملفات التي هذا ملف صحيح ملف الفساد. احنا لينا 84 يوم وصلنا الى الحكومه الوحده الوطنيه هذه، وسيد رئيس الحكومه البارح اكد
مانيش ندخل في كلام الانجازات، ولكن مثالش كي نقولوا صار في ال 84 يوم هذا، صار أكيد. اللي فما قانون استثماري جديد، صار مداهمه يعني مستودعات ب 120 مليون دينار قيمتهم، صار اللي عاودنا رجعنا الفوسفات يخدم، صار اللي بتروفاكت فهمنا عليها، صار اللي اليوم قدام ميناء رادس ما عادش فما بواخر تنتظر الدخول الى الميناء، يعني اللوجيستيك نتاع الميناء عاود تحسنت هذا بتدخل من وزاره النقل. التجهيز هاك ترى وزاره التجهيز باش قائمه يعني في الباب الثاني، يعني ترى تونس اليوم الطرقات قاعدين تخدم والمشاريع اللي عاود ترجع تخدم، هذا في 84 يوم او 85 يوم. احنا المطلوب منا لازم الناس الكل تبدا متفقه على الحاله اللي وصلت لها الماليه العموميه اللي في تونس. الحاله هذه ما تمهيش تسمح، ما عادش عندنا هامش تحرك كبير على الماليه العموميه. طلبنا هالتضحيه هذه، والتضحيه طلبناها من الناس الكل، وطلبنا كذلك حطينا اجراءات جديده لدفع الضرائب، يعني الناس باش تدفع ضرائب، المهن الحره اللي انت تفضلت قبلك حكيت عليهم فما لازمهم يرجعوا يدفعوا كيما الناس. وما زدنا حتى اداءات، الناس اللي تقول زدنا اداءات، ما زدناش اداءات، احنا حطينا اجراءات لي باش نستخلصوا الاداءات نتاعنا اللي هي واجب على كل مواطن، واجب على كل مواطن في ديمقراطيه اللي لازم يخلص الاداءات نتاعو مهما كان شكون هو، كطبيب محامي اللي غيره. بالنسبه للزيادات في الاجور، عوده لهذه النقطه، هل يمكن ايجاد حل وسط ربما مع المنظمه الشاغله؟ انا املي كبير وامل رئيس الحكومه كبير. اولا منظمه عريقه ومنظمه وطنيه وعندها حس وطني، نتفهموا اللي المنظمه تقول لك انا وقعت مع حكومه سابقه، ولكن نعتبر اللي ازمه فما في تونس الماليه العموميه، والشاذ يحفظ لا يقاس عليه، ولو فما التزامات حكومه سبقتنا اللي عندنا الارقام اللي عندنا اليوم ان شاء الله نوصل حل. احنا مفتوحين للحوار لاخر دقيقه، هذا مشروع قانون ماليه وليس قانون ماليه، ما زالت فما المفاوضات مفتوحه. املي كبير ساعه، اولا املي كبير لاسترجاع تونس النمو الاقتصادي نتاعها. رانا عشنا 5 سنوات مركزين الا على الامور السياسيه، الان بالحكومه الوحده الوطنيه مركزين على الامور الاقتصاديه. الامور الاقتصاديه هذه لازم تعرفوا لي 5 سنوات الفلاحه هابطه، السياحه هابطه، الاستثمار هابط، الفوسفات واقف، وضع اقتصادي يعني صعب. وضع اقتصادي صعب، يعني نتصوروا كان تونس ترجع حتى في معادلات متوسطه على القطاعات هذوما ممكن النمو يرجع، وكي النمو يرجع يعني الاستثمار والنمو يرجع نوليو نحاربوا في البطاله، وبطاله الشباب هي اهم شيء. وحطينا زاد كذلك في مشروع الميزانيه هذه السكن الاول، وحطينا كذلك عقد الكرامه، وحطينا عديد الاجراءات اللي ماشيه في الاتجاه هذا، في الاتجاه. بالحديث عن الوضع الاقتصادي الصعب سيدي الوزير، عذرا عن المقاطعه، يجرنا هذا الحديث عن منتدى الاستثمار، هذا المنتدى الذي تعول عليه تونس يعني كثيرا للخروج ربما من هذه الازمه، اخر الاستعدادات لهذا المنتدى. بالضبط، هو المنتدى الاستثماري هذا باش يكون ان شاء الله يوم 29 و30 نوفمبر في تونس. قمنا باستدعاء رؤساء دول ورؤساء حكومات، وباش تكون الجلسه الاولى جلسه لها طابع سياسي، يعني حزام سياسي لتونس، اللي كما تعرف تونس اليوم سمعتها في العالم يعني سمعه كبيره ياسر، فما رؤساء حكومات ودول وامراء قروا يعني الوصول الجيان لتونس، المشاركه في هذا المؤتمر. ومن بعد نبتدي المنتدى الاقتصادي ان شاء الله العشيه نهار 3 29 نوفمبر. علاش عملنا المنتدى هذا؟ اول شيء لاعاده تونس الى خارطه الاستثمار في البحر الابيض المتوسط. 5 سنوات تونس خسرت 2000 شركه منهم 600 شركه اجنبيه خرجوا، وقت احنا لاهين وهذاك مهم ياسر كذلك، احنا البلد الوحيد اللي في يسميوه الربيع العربي اللي نجم يعدي المرحله السياسيه والانتقال السياسي. ترحموا على شهداء الثوره الكل، ولكن نعتبروا اللي تونس هي البلد الوحيد اللي وصلت عدات المرحله هذه السياسيه اللي معقده كما تعرف. اليوم المنتدى ننتظر منه اعاده صوره تونس الاقتصاديه، تونس خاصه اعاده ثقه المستثمرين بالضبط في تونس. هذه هي الكلمه، اعاده ثقه المستثمرين في تونس. تونس راهو الناس لازم تعرف اللي هي من احسن البلدان في المردوديه لاستقطاب الاستثمار الاجنبي مقارنه بالبلدان اللي مجاورتها. يعني احنا عندنا شباب معطل على العمل، ولكن شباب قاري وشباب عنده شهادات. اليوم في المؤتمر هذا باش نجيبوا ناس باش يقدموا التجربه نتاعهم كمستثمرين اجانب في تونس، باش يتحدثوا، باش يجيو تقريبا 1400 صاحب قرار دولي، باش يراوا لي تونس تبدلت، اللي تونس اولا ديمقراطيه، ثانيا اليوم فما يعني يعني الامور الامنيه والامور السياسيه اليوم مستقره.
واحنا باش نوريهم كيفاش اللي في مجالات عده تونس نجم تكون يعني بلد مستقطب لهذا الاستثمار، اعاده تونس لخارطه الاستثمار اهم شيء بالنسبه لنا في هذا المؤتمر ان شاء الله. السيد محمد فاضل عبد الكافي، وزير التنميه والاستثمار والتعاون الدولي، شكرا جزيلا لك على الحضور.